طيب تعالوا نكمل بقى، نظبط حتة ال message rules ديت. ممكن نيجي نعمل هنا array مثلا، نسميها ايه؟ messages تساوي عبارة عن array مثلا فيها required، تمام؟ فأنا أقول له حاجة is required، بحيث إن المسافة ديت هيبقى فينا الاسم الانبوت بتاعي اللي أنا عايزه يبقى required. مثلا أقول له email invalid email address، تمام؟ طيب تعالوا نستخدم الرسائل ديت هنا. مثلا بدل ما اقول له invalid email address هقول له this.messages.email. طيب دي برضو نفس القصة، اي كده اخدها هنا بقى. دلوقتي انا عايز اجيب this.props.name space this.messages.required. انا لازم ابعت هنا النيم. انا عموما في شغلي دايما بحب احط النيم في الانبوكس، فانا مثلا اقول له ايميل هنا مثلا نيم باسورد. طيب ممكن نعمل حل تاني، ممكن اقول له بدل ما اعملها بالشكل دوت ممكن امسح دي كده واقول له ايه، اقول له this field is required. بس انا عموما في جميع الاحوال برضو دايما هبقى محتاج النيم عندي في كل شغلي، فلو هاجي اكتب حاجه امسح قال لي this field is required، اكتب حاجه invalid امسح اكتب امسح اكتب، يبقى دلوقتي عندي كده الايه، الكود عندي شغال تمام ومفيش عندنا ايرورز وكده الدنيا جميله قوي. فانا دلوقتي هنا استخدمت المسجز، حطيتها فوق في اوبجكت، تحت بنادي بس على المسج اللي انا ايه هستخدمها. طيب هنا في عندنا نقطه ان هو دايما فاليديشن دوت ايميل بيحط في الايميل على طول، بس انا دلوقتي البوينت كلها لا، انا مش عندي في الايميل، انا ممكن اخليها بما ان احنا شغالين على مسج واحده او عندنا رول واحده، فانا مش محتاج ان اعملها كده. مثلا ممكن اخليها فاليديشن ايرور واقول له نال مثلا، تمام؟ انا ممكن هنا امسح دي كده واخليها على طول validation error. هنا دي نفس القصة validation error بس كده. طب هنعمل refresh، تمام؟ لو جينا عملنا inspect كده هتلاقيه شغال عندي تمام، وده الايرور بتاعي ودي الرسالة. فانا كده الكود عندي بقى بشكل منظم بشكل كبير. هنا برضو ممكن ازود النيم this.props.name، عن الانسبكت برضو نشوفه. عندي التايب الايميل النيم الكلاس البيس فولدر، فانا عندي كده الدنيا بقت شغاله زي الفل كده، الدنيا جميله جدا والموضوع بقى سهل بشكل كبير. طيب فانا دلوقتي كده خلاص سجلت الداتا، اتاكد الدنيا تمام برضو مره اخيره، 1 2 3 يعمل لوجن طلع لي ايه send to some API. فكده دلوقتي انا عندي الدنيا عندي دلوقتي بقت شغالة بالشكل اللي يسهل عليا ان انا استخدم الكود بالمنظر ده. لو عايز اعدل بعد كده هعدل في الفورم انبوت، هعدل في الفورم، وهنشوف قدام الفيديو الجاي ان شاء الله ازاي اعمل فاليديشن. يعني لو عندي الايميل والباسورد فاضي، فلو دوست لوجن المفروض يطلع لي هنا الايرور وهنا الايرور، هنا ما بيطلعش لان انا عامل الفاليديشن. بيحصل امتى؟ في حالة الانبوت. طب في حالة السبميت انا محتاج برضو اعمل فاليديشن على الانبوتس ديت، وده اللي ان شاء الله هنشوفه في الفيديو الجاي.